ونجيب الامفيبيود مشكله والله صدقينها تجيني احيانا بس لو اني تعودت عليها. انا قبل يمكن ستي ولا ثلاث افطر من وجع وانا صايم اي والله ما ادري ارقد والله اني اتكلم في فراشي يريدي من راس امسك براسي هنا ادق من يود وجع هنا عندك الجيوب الانفيه حساسه بالداء افتك من الاطارات القويه وافتك من ريحه قطعتها اعطوني علاجات قطعتها يمكن شهر شهر قبل شهر انت شليت برجع لها نفسي الرحايل ذي ورا ودكنها اذا تبيها طوع على طول انها ما تعفى الركوبة ما تعفى يعني ما تخلى وخليتها اي ما تبطي ما حد ركبها ايه تبطي محد جاها واحد ركبها ما تطيع لو انها كل فترة تركب اي والله كان امورها زينة مو بكل فترة كل يوم ودكنها كل يوم تجينا فقرة بس صعب انها كل يوم يعني صباح بدل فجر لما شرقت الشمس يجيبونها حتى لو جابوها لك مو بانك تركب عشوائي دايم الركوب هي طويل العمر سواء خير ولا بل لا شفتها تبي تروح لها مع جهة ردها منها ايه؟ اجبرها على الطريق اللي انت تبيه مو على الطريق اللي هي تبي انت عودت تاخذ طريقها هي من نفسها خلاص صارت تمشي على اللي تبي بس لو منك عودتها تردها من الطريق اللي هي تبيه تجبرها على الطريق اللي انت تبيه خلاص مع الوقت تتعود وتطيع ايه خلاص تطيع معك هي انت تبيها تطيع مو بتطيعها انت ايوه رحت مع الدربة هذه فعندنا هنا ترى بالذات انه يوم نمشي هنا ندور على ذا انه ما يعطينها كيف انه اهم شيء انها تركض فلجينا من هناك خليناها تركض وهي تركض اصلا ما هو بانها طايعتنا لا هي تبي تروح تدخل على الشب فانه جايين طايرين ما خلينا ولا بقينا ايه مسوين ما خلينا ولا بقينا هو افضل انها ما تدخل كذا والمكان دايم المفتوح هو اللي طوعها لان هنا تنجبر انت احيانا تلف يسار غصب ولا فيه مكان الوعر ولا في شجره تخليها وش تسوي؟ عزاوه خليها تروح تدخل تحت ثلاث مرات من انطبع مطمع اليوم فؤاد راح تحت الشجره اليوم انا فؤاد الشجره ضربتني منه وفؤاد ضيعها طيح اي طيحت فوق الله الله يا عيون ما تذوق النوم ساعة تسهر الليل الطويل وترفع شعور الشجاعة والشجاعة كنز ما يفنى ونوع من القناعة والنصيب يصيب والدنيا تجيب اللي تجيبه تصالك مواقف مع البلي ابو حمد الرحايل لا البلي بشكل عام يعني. مواقف موقف قوي الرحايل اللي والله انه موقفها نكره وين هنا ولا برا؟ والله عند البل ماشي عندنا طويل العمر جانا باكستاني ها قال انا بمشي مع البل عامل قال ابوي يا ولد تعب عليك تمشي نشتري لك رحول قال لا لا خلي ولي رحول فامشي ايه المهم يوم خذه وجاء عنده سوداني واقنعه بالرحول بالرحول قال خلاص جيب رحول جيب رحول انا اسوي ترتيب يقول هذا باكستان قال باكستان ايه انا اسوي ترتيب عبى راس السوداني ما اهل باكستان السودانيين باكستانيين بعضهم اهل اللي هم بلوشستان اتوقع مدري في جهه منهم اهل
لوك هذا ذا رفيقنا ما له فلبل ما تعلم الا عندنا والله بيجيب له ابوي وركبي قعود معسوف يقعد قعود مفشكان ويركب يطول عمره ويروح قعود بعد اي قعود عندنا عقم لا جاي يروح مع العقم ذا قعود بيطمر بيروح مع البل لازم انهي مرة على سرعة مو بجاي يطمر فوق العمل عشرة العقم عشرة اي في جادة الليلبل من عند العقم لا شاف الجادة ذي جاك طاير عقبها في هزفلت عقب من يطلع على الوديان وراه الوكاد هو يروح ويجي يروح ويجي يوم جاء ذاك اليوم الليلبل عودت هجيج دخلت علينا في الشبك هي هجيج وش السالفة طلعنا القعود جاي وما على ظهرها احد مهلين الباكستاني جاي خلي ولي قعود انا يمشي الرجل ليه وش فيك وش فيك هذا يمشي 220 كم كم الطيعه بجوته جمال روح انا يبغى هو يمشي شويه سرعه هو يمشي 220 الله العظيم يا شكله انا حوله النسافات حتى خليه شكله قطع يا ولد انا طيب ما زفلت طاح الزلت طاح الزلت اللي اقول لك ورا العقب طيب ما زفلت هو نزل سرعة ذكرت يوم محمد المهار يقول والله وين الحد بقيت كذا انا اجهل بعدها والله العظيم من رجلي قطع كيلو سيدي عند حمد المهان القوت لو عند حمد المهان والله العظيم ما عاد يفكر يركب البل ولا عاد يشكي لحد ولا عاد والله يقعد يمشي على رجلي في القريه لو نقول ردون عند ليان عند الرحايدي والله العظيم والله يا ذاك ما عنده يدرهم شوي شوي ما في امال هو بيمشي شوي شوي ولا بيجي امال يوم يتفكى هو على قولت الباكستاني يمشي 220 يا ولد الرحايل المشكلة وجاء عقبها سوداني انا رايبل وعسف قوله ايه يا رجال قال نعم عسف البلو قال ابوي اختار لك انا وقت من ذا البل وعسفها لي عندنا واضحة بلنا مجاهين عندنا واضحة قال ابوي غير عسف ذا الواضحة لا الواضحة ذي ماش ما تباركت عندنا لا منها ولدت ما تولدها ويا الله تعشر ما غير واحد تو واضحة والباقي كلها مجهل قال ابوي عسفها هذا لا يبغى عندي عندي ليت الله فكره من عسافتها والتمزها الله فكره منه منها هو يعسفها ويقعد هو يهضني شهرين يعسفها شهرين شهرين هو انا يا ولد الرحايل يبي لها رجال يعرف لها هو ما يعرف يبي لها رجال يعرف لها ويبي لها طويل العمر وقت ما بيلها استمرار والعام ذا يسرح بالبل ولا خلص من مساريحه عودهم قاعد يعسف يعني ما معه زود وقت دبلة تسبد آخر شيء قال ما بيشغل كذا أسوى ولا ما أسوى ما لا أسوى ولا شيء آخر شيء فكناه مع البل عذبها شهرين ومكناه مع البل يا ولد السوالف هواد بعض السودانيين لا والله ما شاء الله عليهم عندنا سوداني قاعد عندنا هم بيسافر 6 شهور إجازة ويرجع وفكر رحول مع البل هم يوم عود لها مردمة شحم فسقانة ولا حد يقربها قال خلوها ويروح يطول عمر يمسكها بخطامها ويسحبها ويركب على ظهرها وهي درهم به يخليها يخليها خلاها جو ويخليها ويخليها هو وياها ويا لين ما طاعت وفعلا ذاك السوداني عز الله انه يعرف لها زين رايبل اي والله ولا واجد والله يجون يطول العمر هم يحط اشداد فيه اشداد ترى انواع فيه اشداد اللي زي كذا فيه اشداد اللي يجي فوق السنة اشداد اللي فوق السنام سوداني اتوقع اشداد سوداني اي اشوف حتى السوداني يحطون واحدة من رجليهم يلونها فوق الله الله اللي يحط رجله من قد هاي طويل العمر مرتن فيه سوداني ويروح بها يدرهم بها ولذي كان روحه بعد عاصي
روح روح اللي فيه جادة البل من يسار، فيه مسيلتين كذا تدخل من تحت الشجرة، فروحي بمن من تحت الشجرة يضرب هو شداد في الشجرة، الشداد رايح نقطع والسوداني طايح ما بقى محل فيه ما دخل فيه شوكة. اي والله يا ولد الرحايل ترى بسيطة. ايش صار عندنا اضاءتنا هنا؟ والله في شجرة دخلتهم في ما قريت اللي الاثل الاثل عادي طيحة سليمة لا ودنا سمر هاي السمر موت شوكة تجي طولها نص شبر جدتي تقول انا كان اشوف البلمنو جدتي رقم ما العرف تقول انا اسف تقول انا اسف تكون شهرين شهرين لو قدها مع البل ايه العالم مو طيب بعدين أوه. مجبور عليها ما في سياره ولا في شيء فيه ناقتي رايح عليها رايح عليها رايح رايح اي علاج ما في بعيته والله ما ادري لكن اشوفك يوم نشبت في الباب هو على راسك ايش مالك والله يبكر يلا والله يبكر يلا انا اشوفك يا ولد قلت اصيح للباب اصيح للعامل اصيح للعامل وين تصيح العامل وانت بتدخل في الباب اصيح للعامل وانا مقبل منه قلت الباب الباب ما عاد يمدي تدخل تدخل تعلق ايه زين انك تعلق ولكن راسي راح ما راح مقيط ما هو بيع راسك وبس بتشيلك كلك والله العظيم الحمد لله على السلامة من اول يا ولد النسوانهم اللي يروحون بالبل يروحون بالحلال كله ويحطبون كلش عندها مش تعلمي جدك تقول والله لازم اني اشرح بالغنم تقول نفطر أذان الفجر تقول قد حلبنا الغنم وخلصنا منه تقولوا زين فطور للشيبان تكون اتجه تقول أنا أرجع للمغرب مغرب تقول لابد معنا حطب ومعنا ماء تقول لابد هذا شيء أساسي تقول أرجع تقول رجعنا زين عشاهم بعد تقول ما رقدنا من أصبحنا على الطريقة دي مطي في عنا في عنا والله الحمد لله على النعمة الحين خير واجد والله ان عمة ابوي الحين كبيرة عمر مرة الله يعطيها الصحة والعافية طول تلعب ابوها اللي هو جد ابوي يقول في الباء هم بدو ايه وتسرح عمة ابوي بالغنم وراحت ذاك اليوم عمرها تقول 10 سنين او حولها تسرح بالغنم تقول رحت سرحت هي اللي تعلمنا تقول سرحت تقول واروح سرحت بالغنم تقول واجي في الطعيسات اللي في المحلية ايه مبطي الحين الدبابات العالم تقول اني مفليت بالغنم الصبح تقول وعين لران تقول واسوق الغنم على الارنب لا شفتها في الرمثة تقول اسوقها هم تخبق الارنب مع التنفج هم تختلها من بين الغنم وتضربها تصيدها يقول هذا العرف ايه وعلى ذا الحال واستانست ولا عاد هدفت بالغنم ما ادري ما رجعت ابطت قامت تصيد تسوق الغنم تضرب الارنب تباطاها جدي وقفلت معه زعل وهو يجيك على ذلوله يجيك على ذلوله يدورها 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 ويعينها ويجي زعلان ها انت وين تسلي بيت ما يخطيت روعتينا قالت ابشر بالشحن زين خالص ايه جايين على ذلوله وزعلان وناوي يهوشها قالت ابشر بالشحن قال ايش في؟ قالت الا رامي الله يهديك تعالي تعالي من ابو عين الصيد الله يهديك الحين يروحون يا طويل العمر حالتهم حاله طبعا الصيد قط ما عاد له صيد الا عقب ذا الانظمه التاليه ان شاء الله انه بيرجع وبنشوفه باذن الله شوف يا ولد الحريم مطي الحين يا رجال رجيل وبنادق وحاسه ويا الله يعين له يا الله يعين الصيد ولكن هم بالعرف سوق الغنم يطول عمرهم تخبق الارنب ويجيك ويصيدها محل وهي بنت عمرها 10 سنين بعد من اول خالي يقول اظني عمره 12 سنه حوله وخالتي صرمه
يقول نسرح بالغنم سوء، هو يخالتي يقولوا نعود سوء. يقول يوم جاء مره يقول اسرح الحالي، يقول لا انت، يقول سارح من باب الصباح، يقول يوم جاء المغرب يقول لا عادني هم يقطعوا لهم اجبار. يقول يوم قدني مقبل على المغرب يقول لا ما عاد بلا جبل بيني وبين حدبه مستويه وبعدها جدال. يقول قدني جاب الجبل، يقول يوم ادى المغرب قلت خلنا ننزل من الجبل قبل المغرب لا مع غنم. يقول يوم قدني نازل يقول له صوت العنز ورد في الجبل. يقول حسب الغنم، يقول هل تفت ثلاثة واحد عندنا أعرفها من غنم. يقول فعود يقول لي فوق حيد، يقول فعود يقول لهم قد ندب فوق الحيد، يقول ما أذبح عنز ولا بحي، يقول لهم تربت في الحيد. يقول له والله ما أدري وين هي، بجعل الله إن جدتي عمته تحت الجبل وجهها الغنم. يوم شافت الماما معها درت عود صوب دورة دور جات له وضطح أود. يقول هي الحيد انها لفتي واللي كانت فوق الحيد يعني ما بشي جن ظني لا تلم جني اي تلبس هذا الحره حراتها كلام ذا مبطي مبطي يعلمنا عنه واحد من الربع يقول الوعل جاي من ايش اسمه مثل ما تقول قاطعين الحره وعاد بيروح وراه. يقول يوم جاي طول عمر السلامه يقول تعرف الوعل يشم ريحه الادمي يقول صيد من طويل ايوه هو يقول الوعل حول ثمان قطيع. المهم الرجال اذا طال عمرك رجال يحب يمازح الشايب ذا ويضحكون منه وها ومن هالسؤال. يقول طال عمرك يوم جاء الوعل جاي في روضه وهو جاينا معاكسن ايش اسمها معاكسن طال عمرك الهوى. المهم هو عنده غنمه هو يحذف ما على كله ومع بندقه. يقول يوم متلبدن في ذاك الحيط ويبا يتقنصه ولده جاي مقبل ويعاين في ابوه يعاين في ابوه بالعصا اللي معه وعلى مخلقه ربي وابوه يشر. يقول يوم تفرقعت يقول ساعتنا شمت ريحته يتفرقع من اول العرب سبحان الله حيوانات كانت تشم ولا عندهم ولا صار لا ما عندهم بنادق عرفوا كيف يمسكونها ويحطوا لهم مصيده ويحطوا لها حاجهم من الاختراع حاجهم من الاختراع. لا ذا الحين حتى ذا الحين الابران في الجنوب ذي انت على قد لها والهو راح ينصوبها اي تشم ريحه كارطوتي الله تشم ريحه الرجال الله هذا واحده من ألمني خالي من اول يقول من اول يقول لا اعرف ان في الجبادة وابران يقول ناخذ لنا ثياب لنا يقول نزلها بالمكان ده يقول بتجلس يوم يومين ما تطلع يعني تشم ريحتك ما يطالع يقول ثالث يوم خاص بتطلع تكون ما تكون الا ما ادري يقول انها تعودت ان الريحه دي موجوده ايه يقول تطلع ثالث يوم ولا ثاني يوم يقول نسيت لا ترى ترى عليها مخاطر. واحد ابوي يقول مره من المرات يقول كان ايام ما هبكت السلك يقول احنا قانصين يقول لذاك السلوق طال عمرك اللي والله ان جالسين ونطبخ عشانه مسوي لهم دغابيس يقول يوم السلوق طال عمرك اللي جانا مدرب جاهز لكنه ضايع من رأيه يقول حنا ناخذه ونقنص ونروح ونجي. كل يوم جاء مرة من المرات اللي يجيني واحده من الربع من قبي بس ما من بعيد قال ابو ريان ابى اقنص به وين جهه الجنوب وين يا بلوي بلا وبران وبران وراني هران ايه لا السلوق ما هو الوبران لكن يبى الارانب وها. المهم وتعرف حقين الشنطه حقت القناصين ذول اللي يحطوا فيها اغراضه وعدته المشد الله ما خلي فيها شيء حتى لا مشى على رجليه عوايزه كلها معه ايه. هو يجي له وسط العالم طال عمرك تروع اللي ما يتروع. المهم هم ثلاثه وبيتقنصون وبران ذكر لهم وبران في الديره ذي وبيتقنصونها كلام ذا بابطي. يوم دخل عاد وسط الضلعان طال عمره السلامه ويتقنص 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 اذر الرجال ضيع واستهلك. اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث ما جابوا اخبره الا ايش اسمه الكوليبكتر الطياره هليكوبتر هليكوبتر جابوا اخبره طال عمرك لقوا ميت البروجيكتر هم يلقونه طال عمرك ميت ترى قصة حقت الوبلان اللي بيقنصونها فيها مخاطر وفيها ايه عز الله
لكن هذا من اول. وش لقي وش صار لي؟ شاي لمه ودع مات بعد. شو لك معه؟ هو ذبح الجول سلوقي ولا كلهم سلوقي كان في السيارة ولا نزل؟ لا يجعل ابوك في الجنة، هم رايجين وقفوا موتارهم مثل ما تقول كلنا اخذ له طريق للضلع وماتوا كلهم. لا مغر واحد رفيزهم اللي ضاع دوروه 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 ما عينه، هم يبلغونه على ايش اسمه يبلغونه الطواريدية التدخلات الهامة، هم يلقون طال عمرك ميت ما يلقونه ميت. لا صدق ترى الحين فيه انجاد اللي يستهلك. اي الانجاد الرقم اللي يستهلك وكذا دق على انجاد حتى لو غرست صح؟ حتى لو ما عندك رسالة دق ولا ايش بك؟ هذا الطواري بس يبلغون القوات المشتركة على او اتوقع على انجاد. هذا انا كنت في الربع الخالي قبل سنتين وخرب دبل موتر في الرملة جهة الرملة. ولا ارسال ولا زنة؟ ما في لا ارسال ولا زنة. أيوة. ارسال بعيد مننا يبيك تروح على رجليك. ايوه وخرب دبل الموتر ونشب وغرزنا ولا خرب الا في رباض. ياك. يوم دخلنا الرباض فصل تفضل صح؟ اللي فصل ما هو تفضل فصل ما تاش. صار يدور اللي ورا بس ما ادري انكسر صار يدور يدور بوش. طلعت الفرارات. ايوه الفرارات ذي نكبه الرجال بيقنص او بيروح في وعر مره لا ولا بيشد ولا او بيشد بيروح هاي. في نفود كشته ها ما تصبر الفرارات اللي هي تفصل الدبل تفصل العمود هم ترد هذه نكبه الكلام انت في النهار ولا في الليل ولا رجع في عز القايله تخيل رايحين نبي نقطع لنا رباضات بنروح وراه نبي نقيل عقب لا جاء العصر تمشينا يوم ضربنا العرق وتعدينا الاول الثاني يوم جينا في الرباض والله العظيم الموتر على منزال مع نزول ينزل نزول وان الكفرة نصها في الرمل غاطس والموتر يقطع باثنين وان على نزول انه يمسكها الرمل يفصل الدبل اللي فيه طلعة قال ذا محلي في النص لا هو باللي طلع ولا في النزل. ايوه الله يجزاهم خير انجاد انه طبعا في القايلة في عز الضحى وإن في صيف بعد ما راحنا أنا علي طواري أحيانا وأخوي اللي الله يجزاهم خير ساعد خاطر لا اجتمعنا وجهنا بها حر ولا برد ولا تبون نروح رحنا يلا يا سلام الله ونشبنا ها والله وجانا إنجاد طيارة لا والله ما جانا سيارة جانا السيارات لكن مدونا بحبل يمكن 100 متر أو أكثر ايه عشان معهم احبال مطاطيه مو هو ب... اي الله يسحبكم ياخذ شوي هم يشد 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 يا الله انا طلعنا الحمد لله طلعنا ان ناشبين الضحى ما طلعنا الا اخر الليل تخيل قلبي اي والله انت جوكم جونا يمكن الساعه 10 او 12 الليل في ذمتك اي والله والله سلمتوا انتم معكم ما معكم زاد يا رجال انا لو اقعد 10 ايام ما عندي مشكله يا سلام هم عزبتنا معنا يا سلام عزبتنا يعني توكم واطين الارض هم يوم غرزنا تو ما زان الجو يا سلام نزل امس والله حر ودي حر والله وانا ندخل تحت الموتر من الحر والله ذكركم الله نحفر الموتر وهم تدرى في الرقم كم اللي دقيتوا عليه؟ 3 9 صح؟ ولا يا اخوي ما ادري لا لهم رقمهم بالله بس انهم حولونا عليهم وعلى طول تواصلوا معنا تواصلوا معنا بس قلت انا ما بغيت اشغلهم بعض الناس لا غرز انا بموت انا ما ادري وش لا يستميت ان يا طويل العمر يوم غرزنا قلت يا طويل العمر موقعنا في المكان الفلاني مرحبا بكم متى ما جيتوا انا معي لو اقعد 10 ايام يا سلام يا سلام الماء معنا يا سلام كل شيء معنا نزلنا العزبه احنا نجمع اغراضنا شبينا ضونا يا سلام كان زين قهوتنا وسواليف ضح انا وفيصل اخوي ايه بس انت يوم ايه معنا اخويا لنا بس بعيد مو بحول قلت لا تجون مو هو اللي هو بساحبنا موترهم هايلكس اللي هو بساحبنا وانه موترنا شخص اللي هو بساحبنا ونجو بينشبون ونبلش بهم وبعمر قلت لا خلوكم بعيد لين ما يطلعون يا سلام والله طلعنا كملنا درنا بس انجاد يوم طلعت واروح اسجل فنجاد عني الحين فنجاد
اللي قبل ذي لا جتني بلاغات حولي ولا شيء اروح اسحب اطلع من الغرض. طيب من جاد يوم تسجل فيه جهاز يجيك البلاغ فيه ولا يدقون عليك ولا لا فيه؟ تطبيق في الجوال يجيني بلاغ. انا احيانا قاعد متطوع. ايه احيانا متطوع بدون لا فلوس بدون شيء تطوع. يا سلام. قعدت فيها الحين يمكن سنه ونص منها وفيها انا واخوي وعيال عمي كنا دخلنا نجاد. يا سلام. اي والله الاجر وفيها اجر يا ولد دور الاجر. فيه ناس يكون حولك بس ما تدريبه. انا دايم في البر. صح صح. يمكن بيني وبينه 10 كيلو ولا اقل ولا اقل ولا ادري عنه. صح. ولكن في نجاد يجيني بلا اجاني بلا رحت والله اني جيت حالات واجد اللي ناشب ما معه ما واللي مطول واللي في وقت دوامات في بر ما حد نجاهم. ايش نجيهم نطلع بناس والله الا نحتسب الاجر. الا احتسب هو احتسب اجر لكن يعني انك تروح وتعاون تستانس حتى تحس بشرحه خاطر انك تطلع الرجال ذا اللي ناشب. اي والله والا ما ودك ان احد على المقال في حاجتك وحولك وانك تخليه تطبيق ذا زي. طبعا لها شروط لازم انك معك موتر دفع رباعي ومعك جهازات الجهاز اللاسلكي اللي هو الكنود ومعك سبته ومعك امور كذا متطلبات شروط. يا سلام والله انهم بنعمه صدق. اي والله الحمد لله طراها علينا الرحايل اللي ما تطيع طر رخص الشعير الرحايل نبي وحمد المهار اللي بكلي يلا هولا. اي والله اصيح له اللي عند الباب. ما في احد عند الباب الا رجال جالسين في الغرفه بيت الشعر في الغرفه. اي انا بيت الشعر ذا انا اصيح وانا في صايح وانا مقبل منه يوم اقبلت على اللفه. انت راك مسرع بس انت تحسب في وقت ما يمديني ما مداني انا اشوفك لا لا شديته ورديته يتعود. يوم تنطحت الباب درت انا بتزرق الباب الباب خلني بتعلق على الباب وانا اتعلق على الباب وانا اروح انت شفتوني انا اصيح عليك يقول كنت بطب طب لا شو انا تمكنت من الباب ولا كان انا اشوفك عينك على الباب دريت انك تبي تعلبش الباب. فكيت الخطام وسلمت والله ما ارتاح قلبي الا يوم تعلق على الباب وراحت وانا اجي هناك طال عمرك والقى الحليب والقى الوناسه. ها وش عين؟ والله عين طال عمرك بعر ابونا الحسين جعل ربي يطول عمره جلاله تبارك والعمال حالبين البل تبقوا معاهم واسولف معاهم شوي ما شاء الله اسولف معاهم عن الرحوب بس. ايه انت هو مداك مالك ولا دقيقه ما مداك. ايه ما مداني ما مداني عودت على طول عودت. نعم بسرعة خذيت الروح ورجعت. انا اقول كذا شوف عيني يوم. اي والله شوف عيني طمر طراها الرحاي طراها عيني الغبوق اللي يشربه ريان عند ابونا الحسين. شكون ما جبت لنا طيب؟ شنو؟ شكون ما جبت لنا معك؟ ما بغى يعطوني ما بغى يعطوني صدق بغى ياكلني السوداني. ليه؟ عشان اجفل البل بالرحول. اي عشان اجفل البل. نعم نعم عشان الرحول عشان الرحول اللي تاخذها جفلت البل. ايه والبل جفلت الرحول. يبي يودي الخامه لابونا جعلها. يا سلام. قلت قروره بس قروره ما هي بزايده ولا هي بناقصه. انت قاعد تحايل قروره قروره ما جا محايل بس تعرف قروره بلا باللطف. ايه كذا ترى شوي جبها تراها الرحايل طرار رحال. لا انت لا انت مو جبت الرحول معك كان خليتها هناك. لا خواتها تحت الحين بتروح هناك عادي هناك انت يمان. وين؟ لا ما في شيء خبرها خمس ما لقيت الا البلو والرحول اللي راحت اللي جبتها ما وقلت لا هذه ظني ودوها البل جابها كلها هنا. وين؟ انا في خبر الشبك اللي هنا زاويه الاستراحه جابها كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه خبر لا من اول قطعه ما هب واجد. لا والله ما قطعه ما هب اقول البل كلها قطعه اللي حاطها انا قطعه. ايه لكن جاب هذا الحين كلها واشوفهم يجهزون عشان الشديد. وها ايه شوف الكرفان ما شاء الله. ايه كرفان جديد والوايد حطه هناك. كيف شفته انت؟ كيف انا يوم طاح قصدي يوم طلع ريان ابني تزين غالي وقاده أرك دايم يزود بين البشر